مساء الفل. النهارده هنتكلم على احمد سعد وهلا بيك يا مدلع، وهو عمل ايه في الخليج؟ مش فاهم. الفيديو ده مش كلام عن الاغنيه تحديدا، ولكن كلام عن احمد سعد بشكل عام. احمد سعد اول ما نزل اغنيه هلا بيك يا مدلع، انا حسيت ان الاغنيه راح للحته الخليجي بقى وهيغني خليجي، ولكن الحركه صايعه انه سينيو الاغنيه بس هي خليجي، ولكن الاغنيه كلها مصري. احمد سعد واحد من انجح الفنانين دلوقتي. الاغنيه على فكره عجبتني جدا مبدئيا، احلى من اغاني احمد سعد نزلها، مش هقول لكم اغاني من ناس تانية، عجبتني ويمكن تضرب بعد كده. خدوا بالكم، في اغاني اول ما بتنزل تنجح، في اغاني بعد فتره كبيره ممكن تكسر الدنيا. وسع اول ما نزلت ما عملتش الرواج اللي هي خدته بعد كده. مخصماك يا جماعه، اغنيه مخصماك نازله من سنه ونص وما نجحتش غير مؤخرا، السنه دي طلعت ترند، فهي ملهاش علاقه بالوقت، ولكن الاغنيه دي بالنسبه لي من انجح الاغاني اللي انا متوقع ان هي تنجح اكتر من كده. الكليب لذيذ تقريبا. احمد سعد ان لم يكن الوحيد في العالم اللي بيعمل كليبات كتير جدا، يعني يوم او يوم لا، ولكن بشوف ان احمد سعد تحس انه شويه خد البساط من محمد رمضان في نوعيه الاغاني دي. احمد سعد بيمتاز بحاجتين عن محمد رمضان، اول حاجة وهي اهمهم وهي الصوت. احمد سعد مطرب مش مجرد مغني ولا مؤدي، فدي حاجة بتساعده جدا. عايز تعلي توطي تقلل تلعب اي نوع موسيقى هو معاك. حاجة تانية، وهو مش مشتت نفسه. محمد رمضان عايز يعمل فيلم ومسلسل واغنية وداخل هنا وستوريهات فده نوعا ما ممكن يخليه ما يعرفش ياخد كل حاجة، ما يعرفش ياخد حاجة واحدة. حتى احمد سعد بشوف انه ذكاء فنان رهيب. احمد سعد اخر سنتين واحد من اقوى الفنانين على الساحه دلوقتي في الوطن العربي كله، انجحهم. ده رايي بشكل عام في احمد سعد، والاغنيه عجبتني جدا، فكرتها صايعه قوي. اسمعوا الاغنيه وقولوا رايكم فيها ايه. بالنسبه لي احلى من اغنيته مع روبي بصراحه، انتوا عارفين اني صريح. اغنيه روبي ما حسيتهاش قوي، ويمكن برضو عشان روبي الديو مش ماتش، يعني روبي كانت ممكن مع مطرب تاني. احمد سعد صوته قوي، صوته تقيل، ومش معنى ان صوت احمد سعد حلو ان كل الاغاني هتليق عليه، ده حقيقي. ولكن اغنيه هلا بيك يا مدلع لا، عجبتني بصراحه. ده اللي عندي النهارده. قولوا لي رايكم في الاغنيه ايه، ورايكم في حاله احمد سعد اللي عاملها اخر سنتين ايه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.